باشمهندس محمد العجمي الجنرال مانجر لشركه اندلس ميديكال. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا حضرتك باشمهندس محمد. ممكن حضرتك تدينا نبذه عن شركه اندلس ميديكال؟ الاندلس ميديكال ككيان احنا بدأنا في نص 2015، وهي ميرجد من كيانات كانت موجودة قبل كده في السوق، واشخاص كانوا موجودين في الميديكال فيلد بقالهم من 15 ل 20 سنة. فهي حقيقة كانت نعتبرها ان هي كانت لقاء سحاب. يعني باشمهندس محمد، ايه البرودكتس اللي بتقدمها الاندلس ميديكال؟ احنا المين كور بيزنس بتاعنا الالترا ساوند. احنا بنريبريزنت ايدن الترا ساوند وسونوسكيب. ايدن بنانا فيها من 2015، سونوسكيب بدانا فيها من 2016، وعاملين الحمد لله نجاحات كبيره جدا الحمد لله فيهم هما الاثنين. ده الكور بيزنس بتاعنا. احنا عندنا سيرفيس سنتر الالترا ساوند، وده يعتبر واحد من اكبر السيرفيس سنترز للالترا ساوند الموجوده في مصر. مش بس البرودكتس اللي احنا بنريبريزنت ليها، لا لاي تايب من الالترا ساوند برودكتس الموجوده في السوق. يعني الحمد لله بفضل الله احنا عندنا واحد من اكبر السيلز تيمز الموجوده في مصر. فاحنا عاملين كفرج لكل حته في مصر بالتيم بتاعنا. احنا بنركز في الاستراتيجي بتاعنا على الافتر سيلز. احنا بنهتم جدا بالعملاء بتوعنا الحقيقه، لان احنا مؤمنين تماما ان البيزنس بتاع العميل بتاعنا والبيزنس بتاعنا هي كلها حلقه واحده. فاحنا مستحيل نخلي الحلقه دي تتكسر. فعلشان كده احنا الحمد لله حققنا نجاحات الحمد لله قويه جدا. احنا رغم ان احنا بدانا 2016 بس مع سونوسكيب، انما 2017 احنا خدنا الاوت ستاندنج 2017 الحمد لله، واخدين ريورد من سونوسكيب اللي هو احسن ماركت شير. ف 2018 واخدين البيست بيرفورمانس في مصر من الوكلاء بتوعهم. فدي الحمد لله نجاحات قويه جدا فتره قصيره لينا كستارت اب. يا ترى ايه الاكتيفيتيز اللي هتعملها شركه اندلس في الفتره الجايه عشان تقدر توصل للدكتور بشكل اكبر وبشكل اسرع؟ احنا مركزين دلوقتي ان احنا بنعمل براندنج لسونوسكيب في مصر مختلف عن اللي كان شغال قبل كده. اللي كان شغال قبل كده ممكن كان الطريقه كلاسيك في الماركتنج. احنا دلوقتي مركزين ان احنا نبقى مين سبونسرز في الايفنتس الكبيره اللي موجوده في مصر. زي النهارده في الاسوجيك احنا سيلفر سبونسر الحمد لله، عاملين اكتيفيتي كويسه جدا. كنا لسه في المؤتمر بتاع الايزي لوك بتاع الدكتور اسامه حته والدكتور هشام الغزالي والدكتور وحيد يسري. فكنا قبلها مع المؤتمر بتاع الدكتور محمد كمال. فالفتره اللي جايه عندنا الشوتس، احنا عاملين شوتس ده ستاند الون ايفنت كده عملناه لاول مره في مصر الحقيقه، كانت شركه تعمله السنه اللي فاتت. عملنا شوتس 2018، السنه دي ان شاء الله مع الدكتور محمد الصدفي بنعمل شوتس 2019. شكرا. يعني لسه حضرتك هل شايف بلاتفورم زي ميديكاسبيس دي اضافه فعلا للمجال الطبي ولا الحقيقه؟ انا متابع فكركم من زمان، من اول من قبل ميديكا سبيس ما كانت تتولد، وكان في مجله ورقيه، وكانت دي تعتبر اول مجله ورقيه طبيه تتعمل في الميدل ايست كله. والحقيقه كان الكلام ده يمكن من 10 سنين وانا كنت متابع الموضوع ده. ميديكا سبيس كبلاتفورم اضافه قويه جدا للسوق طبعا. السوق محتاج حد يربط بين الكاستمر وبين الشركات وبين الناس وبين الايفنتس الكبيره. بين انتوا عندكم، شايف عندكم في لايبراري كبيره جدا فيها محاضرات لطلبه طلبه هندسه طبيه، وفيها محاضرات لاطباء ودكاتره. بداتوا تعملوا بارتنرشيبس مع كيانات كبيره وزي الجمعيه المصريه للاشعه وكيانات كبيره في السوق. ففعلا السوق كان محتاج حاجه زي كده، وبالتوفيق ربنا يوفقكم. شكرا جدا لحضرتك.